100 متر تتابع سيدة السباق النهائي. استعداد لانطلاقة هذا السباق وتنافس مثير للفوز بالميدالية الذهبية. 100 متر الأولى. ينطلق سباق 100 متر 4 مرات سيدات. التنافس الكبير بين مجموعة من البطلات للفوز بالميدالية الذهبية. عملية تسليم مشاهد بعد نهاية 100 متر الأولى. تنافس كبير للدخول في المركز الأول. تنافس رهيب للدخول في المركز الأول. تقدم الفريق النيجيري. نيجيريا في المركز الأول. 100 متر الثالثة تسليم مشاهد لباقي البطلات. وتنافس نيجيريا 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 نيجيريا. سقوط إحدى البطلات. تنافس كبير الفريق النيجيري. الفريق النيجيري قد يفوز. جنوب افريقيا نيجيريا جنوب افريقيا نيجيريا نيجيريا في طريقها للفوز بالميدالية الذهبية. الفريق النيجيري في طريقها للفوز بالذهب. الفضاء لجنوب افريقيا والبرازيلية. هنيئا لنيجيريا الفوز بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر 4 مرات سيدات. الفريق النيجيري المشكل من تشوكوما روزماري يودو غابريل جوي انتيابونغ ميرسي وادونكولي بوكولا جاسبر. الفوز بالميدالية الذهبية هنيئا للفريق النيجيري. فوزه بالميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق. يتوج باللقب. ينال الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق في 100 متر 4 مرات سيدات. إدارة السباق بشكل ممتاز. تفوز باللقب ممثلة نيجيريا. لم يتبقى سوى سباق واحد. سباق 100 متر 4 مرات رجال هذه المرة بمشاركة منتخب زيمبابوي الكاميرون غامبيا نيجيريا جنوب افريقيا غانا الكوت ديفوار وبوتسوانا. قبلها ستكون مراسم تتويج ابطال 800 متر. السباق الذي منح المغرب ميدالية برونزية عبر البطل فوزي الذي نال الميدالية البرونزية بسباق 800 متر.